وصل معالي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح وزير الخارجيه في دوله الكويت الشقيقه الى مملكه البحرين اليوم وذلك للمشاركه في اعمال الدوره التاسعه عشره لمؤتمر حوار المنامه. وكان في استقبال معاليه لدى وصوله الى مطار البحرين الدولي سعاده الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجيه وسعاده الشيخ ثامر جابر الاحمد الصباح سفير دوله الكويت لدى المملكه وسعاده السفير الدكتور محمد علي بهزاد وكيل وزاره الخارجيه للشؤون القنصليه. والاداريه وعدد من المسؤولين في وزاره الخارجيه